الشؤون، أهلا بكم. أبرز صفات العمل الإعلامي الناجح هو أن تكون الأقرب لخدمة الناس إذا كان عملك تماس مباشر مع المواطن، ولأن وزارة الداخلية هي على خط واحد ليل نهار مع المواطن في المؤسسات والدوائر الأمنية والخدمية، وهي تستمر في جهدها خدمة للصالح العام. فوزارة الداخلية لن تدخر أي جهد يساهم في خدمة الوطن والمواطن، حيث المقابلات الأسبوعية الخاصة مع المواطن لمعالي الوزير الداخلية واستقبال المناشدات من الدوائر المعنية، دائرة العلاقات والإعلام، مديرية شكاوى المواطنين والمكتب الإعلامي الخاص بالسيد معالي وزير الداخلية، الكل يعمل لخدمتكم. كل هذا العمل والتوجيه واضح وصريح من السيد معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري، والتحية والاحترام لك سيدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الشؤون، معكم بالإعداد والتقديم أخي وزميلي المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، وأنا محدثكم المقدم محمد علي الحسون مدير المكتب الإعلامي لمعالي السيد وزير الداخلية. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخيرات أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية، صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات ضمن مختلف مفاصل وزارة الداخلية. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لكل أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. صباح الخير أخي العزيز مرة أخرى. شكرا لك يا سيدي، صباح الخير عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج الشؤون، نذكر أن البرنامج يرتبط مع الأخوة إذاعة الفرات، مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. أكيد رح نكون في فاصل مع زميلنا المخرج نورس العنزي ومن ثم الشؤون إن شاء الله. وحشون وحشون السيطرة. قامت الأجهزة بالمراقبة. كافة مدراء الأقسام في بغداد، كافة مدراء الأقسام في بغداد والمحافظات، الاهتمام في القضايا التي تطرح ضمن برنامج ألو شؤون والتأكيد على توجيهات السيد وزير الداخلية المحترم حول متابعة قضايا المواطنين والاهتمام بها وخصوصا ضمن دوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين، ويكون الإجراء والمتابعة والإجابة من قبل مدير القسم حصرا للتنفيذ. إذن أهلا بكم من جديد وبرنامج الشؤون، لكل من يتابع برنامج الشؤون وقناة الفرات الفضائية وكل مشاهدينا ومنسوبينا، نذكر بأن هناك الصفحة الرسمية الخاصة بالمكتب الإعلامي الخاص لمعالي السيد وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري، والتي تعمل ليل نهار على رصد كل الحالات الإنسانية والمناشدات والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، حيث التوجيه من السيد معالي وزير الداخلية أن نعمل دائما وأبدا لخدمة الوطن والمواطن. أيضا نذكر بأن أرقام هواتف البرنامج حاليا في أسفل الشاشة. كذلك موجها بتذليل العقبات وسرعة الإنجاز، وزير الداخلية يزور دائرة جوازات صليخ في بغداد، حيث يواصل وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري المتابعة الميدانية لعمل مفاصل وتشكيلات الوزارة، إذ زار سيادته صباح يوم الاثنين دائرة جوازات صليخ في بغداد، واطلع السيد الوزير على سير العمل في هذه الدائرة، ووجه العاملين فيها بتذليل العقبات وسرعة الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، في حين التقى سيادته عددا من المراجعين واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم،
مؤكدا على تكثيف الجهود من أجل إنجاز معاملاتهم ومتابعتها. نعم، نستمر معكم مشاهدين الكرام في هذا النشاط مع السيد معالي وزير الداخلية. اهلا بكم من جديد وبرنامج الشؤون. حاليا ارقام الهواتف مفتوحه، نذكر بان اللي يتصل بنا يسمعنا عن طريق الهاتف، واذا كانت المشكله خاصه يمنع ذكر اسماء، ذلك يعتبر تشهير مخالف للقانون. اول اتصال الشؤون، صباح الخير، تفضل. الو تفضل اخوي. صباح الخيرات. صباح الخيرات اخوي. شلون سيد المقدم؟ الله يسلمك اخوي، اهلا وسهلا بك. الله يخليك. عندي ابني بلا زحام قدم من 2019 وفاحص في 2021، بس سألتك من اسمه موجود او عدم موجود؟ ابنك مقدم على التعيين لو اعاده الى الخدمه؟ لا، على التعيين مقدم. اسمه الكامل محمد نجاح هادي. انت متصل بينا سابقا؟ فحص هو بال 2021. انت جنابك متصلت بينا سابقا؟ نعم، اتصلت بكم سابقا قبل الفحص. انطيناك اجابه في وقتها. نعم، بس قلت له على الموازنه. إيه، اذا هو اسمه موجود وعلى الموازنه ان شاء الله، نفس الاجابه. اجراءاته كامله. بس انا اتاكد سيدي، بس اتاكد من اسمه او عدمه ما موجود. ان شاء الله راح يتم التاكد من اسمه. محمد نجاح هادي شنو الرباعي؟ قطع الاتصال. انطينا الرباعي ليه زحمة عليك. محمد نجاح هادي محمد. اسمع النداء. زين، قبول خاص لو الكتروني عن طريق الموقع. محمد نجاح هادي. واضح، احنا ندقق الاسم. برنامج الو شؤون للسيطرة. الو، مراقبة كافة الاجهزة المراقبة، السيدة مدراء الاقسام، مدراء الشؤون الاقتصادية في بلدة خفر، مقرات فرعية بغداد وكافة المحافظات بالمراقبة. من السيطرة المركزية لبرنامج الو شؤون، صباح الخير سيدي، اسمعي فيك بغداد. اشكرك اخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع والد المتقدم على التعيين على ملاك وزارة الداخلية فاحص 2019 وأكمل إجراءاته 21، محمد نجاح هادي محمد، تدقيق اسم الأطفال. من السيطرة المركزية لبرنامج الشؤون. نعم سيدي، في أمر واضح حاليا. أنا مدير الشؤون في الوزارة سيدي. نعم سيدي عميد عقيل، تفضل. معاون الشؤون لدى الوزارة. اخي صباح الخير. صباح الخير على الاخ المقدم، سيف المقدم. شكرا سيدي عقيد عباس. كنت في متصل راح يتم التدقيق ان شاء الله، تكون اجابه بالتدقيق برنامج. اشكرك. ان شاء الله. صباح الخير سيدي، شكرا واضح. برنامج سيدي المعلومات، تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، بانتظار الاجابه وكذلك اذا كانت اجابات من الحلقه السابقه لدى الساده مدراء الشؤون الداخليه في بغداد والمحافظات ان شاء الله ضمن وقت البرنامج. سلمت؟ نعم سيدي، تؤمر كافة السادة مدراء الاقسام والمعاونين على بسمع رجاء ان شاء الله بخصوص اجابات حلقة سابقة. نعم، نقدم محمد. شكرا للاخوان في السيطرة وتحية للسيد العقيد عقيد إجابة. عباس المقدم. تفضل سيدي، اسمعي كيف اجابة من الحلقة السابقة. العقيد حيدر مدير. نعم سيدي، تفضل بالشرطة. اعتقد بخصوص وسام حمود عذاب. نعم سيد عقيد حيدر. وتقديرنا الى الاخ المحترم مقدم سيف والاخ مقدم محمد المحترم. شكرا لك. اجابة الاخ المتصل وسام محمود عذاب. نعم. عند تثبيت اسمه ضمن حاسبة قوائم الاعادة تبين اسمه غير موجود ضمن قوائم شرطة الانبار. شكرا سيدي، واضح اليد. برنامج سيدي. اشكرك اخي العزيز على مسمع من النداء، شكرا بارك الله فيك.
شكرا لك سيدي عقيد حيدر، تحياتنا لك وعلى تواصلك. إذن يراجع دائرته بالإمكان قيادة الشرطة في الأنبار لمعرفة أسباب عدم إرسال اسمه. نعم، مثل ما ذكر الأخ مقدم سيف، تحياتنا لك أخو سام، كان اتصال من الحلقة السابقة. اتصال آخر والشؤون، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. معاوية الوزارة. علاء عبد الحسين عجل. بعد الاتصال. علاء علي عبد الحسين عجل. علي عبد الحسين عجه؟ نعم نعم عجه؟ تفضل اخوي. عندي مشكله، عندي اخذت لي سياره من بغداد. نعم. من مرور الكاظمية جيت سويت ثانويه وكملت. نعم. في 2020. نعم. في 2020 حولوا لي الثانويه باسمي. زين. انتهت مده الثانويه بال 23. رحت. نعم. انتهت الثانوية، الصلاحية مال الثانوية انتهت بال 23. زين. رحت اجدد الثانوية. نعم. كملت فحص وكملت هذا، اخر شيء يطلعوني يقولوا لي هاي السيارات من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني مال المعوقين؟ محجوز. مال المعوقين، قلت له شلون، طيب شلون انتم حولتوني، شلون انا هسه شلون خليتوني، شلون حولتوني وهسه ذوي الاحتياجات الخاصة. زين. سووا لي كتب، دزوني للعامة. من الشهر الثاني ولحد الان مجلس ما مسوي اللي بيها، يعني لحد الان مجلس ما مسوين بيها بالضباط اللي مسوينها. عندك رقم تاريخ شيء؟ اخ علي ما يحتاج رقم. نعم. تاريخ. انت حاليا باي محافظه قلت لي؟ انا من السماره، وحاليا هسه حالياً, حاليا ببغداد يم العامه، حاليا جاي راجع بغداد جاي ثلاث اشهر بعد. اذا حاليا انت يم المرور اسمعني حتى هسه تتوجه، انت هسه بالمرور العامه توجه الى توجه للعميد حيدر مدير شؤون المرور. العميد حيدر، بس شلون اوصل له؟ هسه راح تلقى اسمك بالاستعلامات، اوقف يم الاستعلامات مال المرور، راح يتم النداء عليك. رحم الله والديك. علي عبد الحسين عجه، انا راح هسه علي عبد الحسين عجه، واضح. اوقف يم الاستعلامات. نداء خاص بيك اخ علي، تابع برنامج الشؤون للسيطره. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم حول شكوى المواطن علي عبد الحسين عجه، حاليا متواجد ضمن استعلامات مديريه المرور العامه. اشعار السيد العميد حيدر المحترم مدير شؤون المرور باستقباله والاستماع لشكوى. استلمت. نعم سيطره. جو سيدي نعوض حاليا استلمت مدير شؤون بغداد الرصافه جهدي. نعم. مدير شؤون بغداد الرصافه جيب. نعم سيدي عميد جواد الصافي، تفضل. برنامج الشؤون للسيطره اخي، بالامكان تامين النداء مع السيد العميد مدير شؤون المرور. مدير شؤون بغداد الرصافه، تفضل. نعم. سيدي حضرتك على اطلاع جان خصوص المتصل المواطن علي عبد الحسين عجل، حاليا ضمن المرور العامه. ضمن الاستعلامات الذي يتم تثبيت اسمه واستقباله من قبل مدير شعبة المرور العميد حيدر، حاليا متواجد ضمن الاستعلامات. شلون تجي توجهون مصاريفنا؟ تفضل. اخي اشكرك، الله يبارك بجهودكم، تحياتي للاخ المقدم سيف. شكرا سيدي. والمقدم محمد وكادر قناه الصوره القضائيه والسيطره المركزيه والمشاهدين الكرام. على مسمع من نداء الاخ المتصل سيتم اتخاذ اللازم والاتصال بمديريه المرور وإجراء اللازم. أشكرك، بارك الله بجهودك. شكرا سيدي مدير شؤون بغداد الرصافة. شكرا سيدي. برنامج الشؤون سيدي حضرتك على مسمع، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، كذلك بخصوص النداءات والإجابات يتفضلون السادة مدراء الشؤون الداخلية. نعم سيدي التومر، واضح حاليا. ألو معالي مدير شؤون الوزارة جيب سيدي. نعم سيدي عقيد عباس، تفضل. معالي شؤون الوزارة، بخصوص المتصل في الحلقه السابقه، هاني حاليا عبد كاظم جبروت بعد التوقيف قائم قاعدين موجود ومقام اجراءات موازنه بانتظار اجراءات موازنه. نعم. كذلك بخصوص المتصل حاليا علي عبد الحسين عجه، العفو محمد نجاح حادي محمد. نعم. محمد نجاح حادي محمد. نعم. ايضا قالوا هذا التدقيق من اداره الموارد البشريه للعفو مديريه اداره التطوع من الباحثين موجود بالقواعد. جيد، شكرا سيدي. نعم. شكرا سيدي، واضح حاليا. هل مدير شؤون الاتحاد سيدي؟ اشكرك اخي،
بالنسبة لاتصال الحلقة السابقة المتصل نعم سيدي أحمد كان الجارحي والسوق كان قوات شرطة الاتحادية تم تدقيق اسمه ضمن قاعدة البيانات للمعادل الخدمة تبين اسمه غير موجود والسبب عدم رفعه من قيادة قوات الشرطة الاتحادية. أشكرك للمعلومات. نعم شكرا سيدي. نعم واضح حاليا برنامج الخير سيدي المعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات. شكرا بارك الله بك. شكرا لكل السادة الضباط على الإجابات السريعة. كانت هذه إجابات خاصة بالحلقة السابقة من برنامج أهل الشؤون، أكيد راح تكون على صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب. تحياتنا للجميع. اتصال آخر وأهل الشؤون تفضل. ألو 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 تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للمنتسبين وزارة الداخلية وعلى وزيرها. شكرا لك. اهلا وسهلا بك. شكر موصول لكل من يتابع برنامج جل الشؤون. استاذ عندي ابني قبل فتره همينا قبل كم شهر همينا ذول جماعه العوده. نعم وين كان يداوم واسمه الكامل؟ الو وين كان يداوم واسمه الكامل؟ يا والدي الطيب. صفاء كاظم عياده امريه. انت متصل بنا سابقا؟ اي متصل وقلت فاحص ومكمل. وقبل فترة خابروا عليه من الفرقة أستاذ. نعم. قالوا لي الأمر الإداري وقت الطلائحية رد لهم الأمر الإداري وقالوا لي انتظر. جماعة يقولون هسه جاي إسامي بالنعمانية. نعم. راح لقبس الجيش. ماكو. صفاء. عادية. صفاء شنو؟ كاظم عيادة مريع. كاظم عيادة مريع. راح ندقق لك نجراتك تملت من عدمها. ضمن اي فرقة كانوا اي لواء؟ فرقة الخامسة لواء 19 موجة ثالث. ان شاء الله الخير. اسم برنامج الشؤون للسيطرة. تفضل سيدي عمر. اشكرك اخي العزيز عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل والد المنتسب سابقا صفاء كاظم عياد مريع منسوب الفرقة الخامسة اللواء 19 الفوج الثالث سابقا. إجراءاتك تملت بالإعادة للخدمة من عدمه. سيدي الله يسعدك. نعم تمر واضح حاليا على مدير شؤون الشرطة الاتحادية يا سيدي. نعم سيدي عميد محمد تفضل. معاون مدير شؤون الشرطة الاتحادية العميد وائل المحترم. الله يسعدك. تحياتنا إليك وللأخوة في هذا البرنامج. تم تدوين معلومات المتصل وراح يتم التدقيق والإجابة خلال وقت البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله سيدي. نعم. الله يسعدك سيدي. واضح برنامج شؤون سيدي المعلومات. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. العميد وائل المحترم شكرا لك سيدي على تواصلك المستمر. والاخ صفاء كاظم عياده انتظر لك اجابه بعد قليل. اتصال الشؤون تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام اخوي الكريم. اهلا وسهلا بك سيدي. اني اتصلت بكم يوم الاحد. نعم. ومسجل يمك حيدر جاسم محمود سالي العابد سيدي. حيدر جاسم محمود شنو موضوع حيدر كان؟ جاسم محمود تالي سيدي. انا قلت لك اداوم بفوج طوارئ كركوك. نعم اي سيدي. واحنا الفقره جيم سيدي الملحق مع الفقره جيم. نعم اذا تتذكرهم سيدي. نعم. واتصلت على ابو كركوك وما طاك الجواب. يعني هسه تبعت الاجابات كلهن بقت بس اجابتي. ما احنا في وقتها في وكاله شؤون الشرطه ما لقينا اسمك. صحيح سيدي. قلت لي راح انادي لك على ابو كركوك. نادينا كركوك كانت نهايه الحلقه. ما تم تأمين النداء مع كركوك. اسمع النداء. وانا من محافظه النجف سيدي رحم الله والديك. اسمع النداء اخي العزيز. حيدر جاسم محمود تالي. محمود تالي عابد سيدي. برنامج شؤون للسيطره. سيدي اسمعني تفضل. أشكرك أخي العزيز عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في قيادة محافظة كركوك العميد سنان المحترم فيما يخص موضوع المتصل بالحلقة السابقة حيدر جاسم محمود تالي تدقيق اسمه ضمن قوائم الإعادة ملحق جيم في وقتها موجود من عدمه. تم تدقيقه في وكالة شؤون الشرطة اسمه غير موجود. برنامج الشؤون سيدي الله يسعدك. نعم حاليا سيد مدير الشؤون محافظة كركوك عيادة سيدي ضمن اجتماع ضمن قيادة عمليات كركوك مع قائد العمليات سيدي حتى يكون عندك علم. اليوم سيدي واضح. أنا معاون مدير الشؤون محافظة كركوك أجيب. معاون مدير الشؤون كركوك أخي على مسمع.
من المتصل سيعطيكم النتائج من وقت البرنامج. اشكرك. نعم سيدي شكرا واضح. برنامج اشوف سيدي معلومات قبل. اشكرك اخي العزيز. للمعلومات الاتصال كان من الحلقه السابقه وتم اشعار قسم كركوك تدقيقه ضمن مقر القياده. استلمت؟ نعم سيدي تامر واضح حاليا. معالي المدير شؤون كركوك سيدي اجان حضرتك على الاسماء المفروض تكون رساله جاهزه للحلقه السابقه سيدي حتى يكون عندك علم. نعم تفضل. نعم صحيح. اذا بانتظار الاجابه بالتاكيد. نعم مقدم محمد. شكرا جزيلا للاخوان في قياده شرطه كركوك وشؤون كركوك. إجابة ننتظر اجابه بخصوص نعم. حيدر جاسم في اجابه بارك الله فيك. بغداد الرصافه سيدي عمي جواد تفضل سيدي. نعم سيدي عمي جواد تفضل. اخي اشكرك بارك الله بجهودكم بخصوص المشتكي على عبد الحسين عجه نعم. مرور الكاظميه نعم. بامكانه مراجعه مديريه المرور بانتظار العميد حيدر مدير شؤون المرور واسمه مسجل بالاستعلامات. اشكرك بارك الله فيك. مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي الله يساعدك على المواطن ضمن المرور العقيد. داخل الاستعلامات سيدي حتى يكون عندك علم تفضل. هو الصحيح نعم اخي ياسر. اخي بامكاني مراجعه العميد حيدر موجود بانتظاره بارك الله فيك. نعم سيدي وفارق خط التوجيه على سيدي ضمن الاستعلامات. يستقبلوا رجاء. برنامج شؤون سيدي حضرتك على الاسماء تفضل. اشكرك اخي العزيز نداك هو المقصود. المواطن حاليا متواجد ضمن الاستعلامات احد ضباط شؤون المرور يتوجه له ويستقبله. نعم سيدي التامر واضح حاليا. مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي حضرتك على الاسماء تفضل. نعم سيدي عبد الله. اشكرك العقيد عبد الله يتوجه له بارك الله. شكرا سيدي نعم. شكرا. شكرا سيدي واضح. نعم نداك اخ ياسر كان عين الصواب. تحياتنا لك اخواننا في سيطره الشؤون والسيد العميد المحترم. شكرا جزيلا على المتابعه. اتصال اخر والشؤون تفضل. الو نعم على الشؤون تفضل. الاخ المتصل انت بتجو حاليا اسمعنا عن طريق الهاتف يعني تفضل. اترك التلفزيون. الو يسمعنا من التلفزيون. ناخذ اتصال اخر زميلنا المخرج. اذا ناخذ اتصال نعم. اخر على الشؤون تفضل. الو نعم على الشؤون تفضل. بعد روحي انا كنت قبل اداوم على الفوجة الثانيه. اولا السلام عليكم اخوي الكريم. عليكم السلام. انا سلم السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. بعد روحي معذره الاعداد. اعطينا اسمك ومين تخابرنا. حسن سلمان كيف. حسن سلمان شنو؟ كيس نعم. اي نعم الله عليك. نعم. اي انا كنت قبل اداوم بال 2014 فوج الثاني غيار واسط. فوج الثاني غيار واسط ان نعم. شفنا شرطه تحاديه بعهد شاكر جوده كان قائد شرطه محافظه واسط تعيننا نعم. على الطريقه هاي فوج طوارئ واسط غيار واسط يعني تعيننا على الشرطه الاتحاديه. بغيت سنه بدون راتب يعني تحولت من فوج الطوارئ للشرطه الاتحاديه ومن الشرطه الاتحاديه للطوارئ. تعيين جديد على شرطه طوارئ واسط الاتحاديه اتحاديه بعهد رائد شاكر جوده كان. نعم السيد الفريق الفريق رائد شاكر جوده فانا نعم. بغيت سنه كامله بدون راتب. نعم يعني تهيكل الفوج انتهى فد مره يعني وكل ما اروح طلبك شنو الاخ الكريم؟ طلبي اقول الي اسم الي حقوق اما ما الي ما هي انت مستمر بالخدمه؟ انا استمر هسه حاليا لا ما استمرت استمرت سنه ونص انا بالخدمه. سنه ونص بدون راتب؟ ابد بدون راتب. اريدك تراجع مقر شؤون واسط. مقر شؤون واسط. تروح للعميد محمد راح ننادي باسمك وراح نسجله ضمن الاستعلامات. أنا... وراح يكون بانتظارك. اشكرك. تابع هذا النداء. خذ كل اولياتك وياك. ها؟ اخذ كل اولياتك وياك ان شاء الله. وين لمن اروح انا؟ العميد محمد مدير شؤون واسط. هاي شكرا. اهلا. هسه راح ننادي لك تابع هذا النداء. هسه روح. بس تاخذ وياك اولياتك اخ حسن. ايش شنو الاولويات تثبت يعني قصدك؟ التعيين اللي التحاقك مباشرتك. نعم. خذهن وتوجه. شكرا لك ولاتصالك. برنامج شؤون للسيطره. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه واسط العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المنتسب سابقا حسن سلمان كيس تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع لطلبه او شكواه.
سيدي الله يساعدك. نعم تأمر واضح حاليا. ألو مدير شؤون محافظة واسط سيدي. نعم سيدي عميد محمد مدير شؤون واسط. صباح الخير. أنا بشرى من النداء وإن شاء الله تكون بانتظار المواطن حسن سلمان وشوف ايش يكون متابعته بالنسبة للشخصية. عميد محمد مدير شؤون واسط. نحن بالانتظار أشكرك. سيد الله يسعدك شكرا صباح الخير واضح حاليا برنامج الشؤون سيدي المعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد محمد تحياتنا لك. الأخ حسن راجع من اللحظة لو حاب اسمك مدون بالسلامات. اتصال آخر وأهل الشؤون تفضل. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. احنا منتسبين نقلنا على الحدود صارنا سنة وأربعة أشهر. طينا اسمك أولا. المفوض حسين أركان غريب. حسين أركان غريب. أركان غريب. أركان غريب. يا منطقة الحدود. نطلعنا على المنطقة الثالثة. يعني حالياً تداوم ضمن حرس حدود المنطقة الثالثة؟ نعم إحنا يعني بالداخل يتداوم هناك كربلاء. شرطة كربلاء؟ إيه شرطة كربلاء. شنو مشكلتك؟ خطورة ما نطلع لحد الآن. صار لك إيش قد؟ صار بالسنة وأربعة أشهر تقريباً ما نطلع خطورة. سنة وأربعة أشهر. نعم. وانا بالنسبه لي عندي اخوي شهيد يعني رحمه الله عليك. الله يرحم الشهداء جميعا. رحم الله والديك. وارد يعني ارجع المكان هناك كربلاء وما عندي احد الله يشهد يعني وحيد عائله. هذا موضوع النقل يرتئي قائد المؤسسه وهو يعرف مكانك الصحيح. مع هذا احنا راح نتابع موضوعك وموضوع الخطوره مع السيد مدير شؤون قياده قوات حرس الحدود. اسمع لنا تابعنا حسين. هو احنا على كربلاء بعد رواتبنا على مديريه كربلاء. اذا راتبك بعد على كربلاء اذا لحد ما ينقل راتبك الا تسجل لك الخطوره. مع هذا راح نتابع، الك حق تاخذها باثر رجعي من عدمه، اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. اوفر سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه كربلاء المقدسه. العميد خضير الصافي المحترم. فيما يخص موضوع المتصل حسين أركان غريب منسوب حرس حدود المنطقة الثالثة، كان سابقا منسوب شرطة كربلاء ولحد الآن يتقاضى راتبه من شرطة كربلاء. بخصوص الخطورة، هل يتم احتسابها من تاريخ نقله من عدمه؟ حاليا هو ضمن الحدود. سيدي الله يسعدك. نعم تأمر واضح حاليا استلمت. السيد الإفتاء واحد مكلف واد السيدي خبرنا عن طريق الهاتف والتمر. هل هو معاون مدير الشؤون كربلاء المقدسه جيم؟ نعم. تحياتنا لك اخي العزيز بارك الله فيكم في البرنامج اللي توزع قسم شؤون كربلاء وان شاء الله نكون خدمتكم جميعا. واضح؟ نعم سيدي السؤال واضح سيدي بس انا بخصوص الاجابه بخصوص الخطوره اذا عندك معلومات سيدي وبتاكد من قبل القياده تفضل. نعم تاكد من قبل قسم الحسابات في قياده الشرطه. برنامج الشؤون للسيطرة أخي العزيز فقط الاستفسار من قسم الحسابات ضمن قيادة الشرطة، تحتسب الخطورة من تاريخ نقلة من عدمه؟ نعم سيدي تومر. أنا معاون مدير الشؤون كربلاء المقدسة جيب. تحياتنا لك أخي العزيز القادة البرنامج هذه توجه إلى قسم أمن أفراد كربلاء وإن شاء الله نكون بخدمتكم. واضح سيدي الله يساعدك وجاء نطلب لك يتم اتصال بقسم الحسابات ضمن قياده شرطه كربلاء المقدسه بخصوص السؤال. واضح سيدي وجان؟ واضح سيدي؟ نعم. والاجابه عن طريق البرنامج ان شاء الله. اذا هو هذا الاجراء راح يكون ضمن قسم كربلاء المقدسه. اشكرك اخي العزيز على مسمع من النداءات. نعم شكرا للاخوان في شرطه كربلاء وشؤون كربلاء الاستفسار عن موضوع السيد الاخ المتصل ومن ثم الاجابه خلال برنامج ان شاء الله على الشؤون. اتصال اخر وآل الشؤون تفضل. الو 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 اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي مبالغ متراكمه شهيد انتفاضه من سنه 2012 قدمنا معامله واستعدت فهاي يعني ضمن مؤسسه الشهداء اختي الكريمه؟ ضمن مؤسسه الشهداء. شو اسم الشهيد؟ امجد حسن عبود. ارشد؟ امجد 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 حسن عبود. عبود تفضلي مناشدتك قوليها وان شاء الله يسمعون الاخوان. مناشدتي ما صار متراكم وفعلا نزلني وستة في يدها تتقاعد واخذت من عندي مبلغ
500 ملايين و650 قالوا ما رسوم، ورجعوا المعامله قالوا اسبتوا انه عسكري. يعني هو كان عسكري؟ هو عسكري اي نعم. وين يداوم كان؟ كان يداوم بالانضباط العسكري. يعني وزارة الدفاع؟ بالحارسية كان يداوم. يعني طبعا تابع لوزارة الدفاع. بلي. إذن هي مناشدة للإخوان في مؤسسة الشهداء وكذلك إعلام وزارة الدفاع، هم سمعوا الاسم. وإذا أكو حل لموضوع الشهيد وحل معاملته إن شاء الله يتصلون بينا على أرقام الهاتف المسجلة أسفل الشاشة. إحنا برنامجنا معني فقط بوزارة الداخلية وتوابع الوزارة. شكرا لك ولاتصالك اختي العزيزه. تحياتنا اختنا الكريمه، احنا ذكرنا كل التفاصيل اللي ذكرتيها كتبناها ودوناها، والاخوان في اعلام وزاره الدفاع اذا كانت عندهم اجابه اكيد ارقام الهواتف موجوده. بالتاكيد ان شاء الله. اتصال وآل شؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. الله يسعدك سيدي، شلونك؟ شلون عساك؟ الله يخليك اخوي، يا اهلا وسهلا. الله يحفظك، رحمه الله على والديك. انا قبل اسبوعين تخابرتك، انا عندي المناشد قلت حيث قابل معالي وزير الداخلية. نعم سجل اسمك محمد. طينا اسمك الكامل خويا. حسام علي حنظل عبد الله. حسام علي حنظل عبد الله. حنظل عبد الله خويا، راح يرجع لك الكنترول زميل المخرج حتى ناخذ رقم تليفونك ونعرف سبب المقابلة ونتواصل معك. ثبتت رقمك لدى الكنترول؟ نعم، اذا تثبيت الرقم لغرض التواصل حتى نعرف سبب المقابلة وإن شاء الله يكون خير. تحياتنا لك أخويا حسام. اتصال آخر. نعم. وآل شؤون تفضل. ألو 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 تفضل أخويا. تفضل أخي العزيز، معنا من التليفون واترك التلفزيون. ألو تفضل. أهلا وسهلا بك، تفضل أخويا، أنت بالجو. هادي حسين علوان. شو اسمك؟ هادي حسين علوان. هادي حسين علوان. ايه منين تخابرنا ونصلنا صوت التلفزيون اخ هادي؟ ايه اخويا اسمعنا عن طريق الهاتف حتى نسمع مكالمتك بوضوح. اسمعك عني تفضل. انت تفضل. عني انا عندي ابني تشابه اسماء. تشابه اسماء ابنك؟ ايه. ابنك منتسب مدني؟ لا لا مدني هو. زين اسمه علي هادي حسين علوان. علي هادي حسين علوان. علوان العرادي. نعم، شنو التشابه؟ مواليد 87. زين. ايش ديوانيه وحقد ورنيه. واضح، شنو الطلب اخي العزيز؟ الطلب دائما بالسيارات ينزلونه، وذاك الولد عسكري هم اسمه علي هادي حسين علوان. بابل الحله تولده وشرطي ما نسيت. اخي العزيز، اخي العزيز. شنو الدائره اللي طالبتها؟ الجهه اللي طالبه هذا الشخص؟ احنا كل ما ادري شو السيطرات ينزلون يقولون انت المتهم. بس لحظه، الجهه اللي طالبه هذا الشخص المتشابه منو؟ اي دائره؟ غير الاتحاديه يعني. يعني الشرطه الاتحاديه قصدك؟ كان هارب وعلي امر قبض؟ اللواء هو اللواء الثاني، اللواء الاول شرطه اتحاديه الشعب القانوني. اسمح لي، خلي تصير عندك صوره واضحه لك ولكل المتصلين. توجيهات الوزاره بهذا الصدد واضحه وصريحه، ما يتم تنفيذ امر القبض الا اذا كان اسمه رباعي ولقب واسم والدته. نعم. اسم الوالده متشابه؟ والدته الولد ما مسجله امه. احنا راح نتابع هذا الموضوع مع الشرطه الاتحاديه وحتى يتم تحديث مذكره القبض باسم والدته. اسمع النداء. اي عمتي. تابعنا اخويا تابعنا. برنامج الشؤون للسيطره. تفضل سيدي عمر. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك نادينا السيد معاه مدير شؤون الشرطه الاتحاديه العميد وائل المحترم فيما يخص موضوع والد المواطن علي هادي حسين علوان، تشابه اسم مع منتسب هارب ضمن الشرطة الاتحادية، الاسم معمم على السيطرات، التشابه نفس الاسم رباعي علي هادي حسين علوان، تحديث مذكرة القبض باسم الأم حتى يكون اكو اختلاف بالأسماء بارك الله بيك، عن طريق الدارة القانونية في الشرطة الاتحادية. نعم سيدي عميد وائل. معاون مدير شؤون الشرطه الاتحاديه. اخي نداء واضح، تم تدوين المعلومات وراح يتم اتخاذ اللازم مع مدير الاداره القانونيه في الشرطه الاتحاديه بخصوص الاتصال السابق اللي يخص
المنتسب سابقا كفاءة كاظم عيادة مريح. نعم. الإجراءات كاملة وباقي فقط على التخصيص المالي. شكرا طبعا. سيدي نعم. شكرا سيدي الله يسعدك. واضح حاليا على برنامج شلون سيدي. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي عميد وائل المحترم الأخ صفاء كاظم عيادة مريا، إجراءاتك مكتملة فقط موضوع التخصيص المالي. نعم. إذا اتصال آخر والشؤون. أهلا صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام وسلم بك. الله. سيدي أول شيء أشكر جهودكم وبارك الله بكم إن شاء الله وفي ميزان حسناتكم. الله يحفظك. واجبنا لخدمتكم أخوي تفضل. الله يسلمك سيدي. أنا خابرتكم ذات الأسبوع يوم الأربعاء والحمد لله طلع اسمي مقبول بالفحص إن شاء الله، بس انتظر إجراءات العودة. بس أريد أتأكد إنه رقم تليفوني انطيته صحيح أو مو صحيح، يعني والله الهم والأكل راسي. بس أريد أتأكد من هاي. أنت منتسب له تعيين؟ أنا منتسب سابق قيادة شرطة محافظة الأنبار. يعني عودة عندك. يعني تقدر تراجع في حال الاعلان على المراجعه، تروح تراجع الدائره ما يحتاج رقم التليفون. سيدي مو راح يدزون رسائل وانا بس اريد اتاكد يعني. انت شو اسمك كان؟ مشتاق طالب عمر مطلق. مشتاق زين، شلون نعرف لازم تثبت الرقم من الاخ المخرج؟ عادي مو اشكال، اقدر انطي الرقم يعني عادي مو اشكال. ارد لي اياه. ارد اليك؟ نعم. 078 22 785 919 919. مشتاق شنو؟ بس اريد اشوف يعني مشتاق طالب عمر. اسمع النداء. يعني سيدي اذا بغلط يقدر يعدلوا يعني؟ ماكو مشكله اخي العزيز. الف الف رحمه على والديك. جزاك الله. تابعنا اخ مشتاق. برنامج شلون للسيطره؟ سيدي اسمع فيك تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد معاون مدير شؤون الداخلية في محافظة الأنبار العميد العميد أسعد المحترم. فيما يخص موضوع المتصل في الحلقة السابقة تم تدقيق اسمه ضمن قوائم الإعادة إلى الخدمة، فقط يريد يتأكد أنه رقم الهاتف المثبت صحيح من عدمه. زودنا برقم هاتف 0782 27 85 919. تدقيق الرقم صحيح من عدمه أو تحديثه بارك الله فيك. برنامج شلون نعم سيدي تو واضح عليه كلمه. انا معاون مدير شؤون الانبار سيدي. نعم سيدي عميد فوزي. نعم سيدي تفضل. معاون مدير شؤون الانبار اسمعك واضح على مسمع من نداء المقدم سيدي. تم تدوين اسم المتصل ورقم هاتفه وسوف يتم الاجابه خلال وقت البرنامج. نعم سيدي شكرا. نعم سيدي واضح حاليا. برنامج شؤون سيدي المعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد معاون مدير شؤون الانبار المحترم، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي عميد اسعد المحترم، تحياتنا لك. اذا الاخ مشتاق راح يتم المتابعه. اتصال والشؤون. اهلا. ايوه السلام عليكم سيدي. عليكم السلام مرحبا. سيدي انا ممثل احتياط دوله 69 كليه الشرطه. نعم بس عيد ما ممثل احتياط دوره 69 كليه الشرطه. يعني ضمن القوائم الاحتياط للقبول على دوره 69؟ نعم. ممثل عن الاخرين؟ نعم سيدي على الاحتياط. منو خولك انه تكون ممثل؟ طلاب سيدي. يعني شلون؟ انا اكثر مره جيت لمكتب الشكاء ومكتب الوزير. زين. وقناه التقيت مرتين. زين. طلاب هم ممثلوني ممثل. يعني عندك تخويل بالتحقيق؟ نعم سيدي. فين اسمك الكامل خويا؟ كرار سلمان حسين. كرار سلمان حسين تفضل. تفضل اخوي. سيدي سيدي من خلال برنامجك المحترم طالب بقبول احتياط دور 69 كليه الشرطه في الدوره 70 ان شاء الله. اسوتنا باخوان طلاب نهج عالي دوره 27 قبلوا بالدوره 28 سيدي. اخي قضيه القبول بالدورات الضباط تخضع لاليه وضوابط تعمل عليها وزاره الداخليه. اليوم اذا كان لك الحق بالقبول والالتحاق بالدوره الاخرى فاذا هي هاي ماشيه الامور. سيدي مصيرنا تقديم جديد اذا كنا ملحق. انت تتابع التعليمات اللي تصدر عن في كل الفروقات احنا سيدي. اكو موقع تابع لوزاره الداخليه، هذا الموقع الرسمي الموقع الرسمي ومديريه اداره التطوع. تنزل التعليمات قبل قبول اي دوره ضباط او اي تعيين على ملاك وزاره الداخليه. تابع هذا الموقع وان شاء الله تاخذ الاجابه الكامله. شكرا لك ولاتصالك. تحياتنا لك اخ كرار، تمت الاجابه من مقدم سيف. تحياتنا للاتصال والشؤون تفضل.
الو السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي العزيز اني اسمي سجاد عبد ايوب حسن. سجاد عبد ايوب؟ سجاد عبد ايوب حسن. حسن؟ اي نعم سيدي. انا دخلت هروب بال 2015. مين هارب انت؟ شرطه اتحاديه؟ شرطه الاتحاديه الفرقه الاليه الفوج الثالث. الفرقه الاليه الفوج الثالث. الفرقه الخامسه. الفرقه الاليه الفوج الثالث. الفرقه الخامسه. لا الفرقه الاليه الفوج الثالث. نعم. سيدي من 2015 وكملت كل اجراءاتي بالعوده اللي اجت وما اندز علي. يعني ما فحصت ما كملت اجراءات الفحص؟ فحصت الفحوصات كلها وصعدت محكمه وكملت كل الاجراءات. يعني هسه تريد ندقق اسمك موجود من عدمه؟ اي والله يا ريت سيدي العزيز بس تشوف اسمه موجود او لا. تدلل اسمع النداء. تابعنا اخوي. برنامج الشؤون للسيطره. سيدي اسمع اكيد تفضل. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك نادينا السيد معاه مدير الشؤون الداخليه في الشرطه الاتحاديه العميد وائل المحترم فيما يخص موضوع المتصل منسوب الفرقه الاليه الفوج الثالث شرطه اتحاديه سابقا سجاد عبد ايوب حسن. تدقيق اسمه ضمن قوائم الاعاده موجود من عدمه. نعم سيدي كامل الوضع حديث سلامتها لو مدير معاه المدير شؤون الشرطه الاتحاديه جيب. نعم سيدي عميد وائل تفضل. معاه المدير شؤون الشرطه الاتحاديه. اخي تم تجميع المعلومات الخاصه بالمتصل راح يتم التدقيق والاجابه خلال وقت البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله سيدي. نعم. نعم شكرا سيدي. واضح حاليا برنامج الشؤون سيدي معلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم بانتظار الاجابات. شكرا بارك الله بك. اذا الاخ سجاد ابقى تابع الحلقه لك اجابه بعد قليل ان شاء الله. شاء الله تعالى. اتصال اخر للشؤون تفضل. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك سيدي الغالي شلون صحتك؟ الله يسلمك يا اخوي. الله يسلمك سيدي. انا عندي قضيه كنت موقوف تحت السجون بالكويت. اسم جنابك؟ انا اسمي غسان سلمان ماضي. غسان سلمان ماضي. شنو كانت التهمه مالتك اخوي؟ الموضوع مالتي سيدي كنت موقوف بالسجن مال الكويت وضابط الدعوه يعني هم اعرفه شخص بدون ما تذكر اسماء مقدم منعم بدون اسماء بدون ما تذكر اسماء اخي العزيز بدون ذكر الاسماء. نعم تفضل. المهم قال لي قال ليش ما تفضل القضيه مال تكوي هذا الولد اللي اشتكي عليه؟ قلت له والله سيدي انا بالنسبه لي ما عندي امكانيه بس عندي نص من هاي الامكانيه. قال انا ارتب لك الامور. هذا الحكي كله شهود سيدي. زين. زين. يعني انت اليوم اتصالك لطلب الشكوى ضد هذا الشخص؟ قدمت شكوى للشؤون. وين؟ مال الكويت. نعم. يعني من عده مراكز يعني مركز الشيخ سعد اشتكيت فيه. الشكوى عندي شلون يم منو سويتها بالضبط؟ سويتها يم رائد محمد. رائد محمد بالشؤون الداخليه؟ اي مقدم بالشؤون. رائد محمد لو مقدم بالشؤون؟ لا مقدم بالشؤون. شو اسمه؟ اسمه مقدم محمد. هذا الرجال جزاه الله الف خير هو اللي ببال الشكوى. بعدين انقلت نقلوني هم هذول جماعه السجين هذا ضابط الموقف. نقلني السجن الثاني، السجن الثاني هم اشتكيت يم رائد مجيد ابو بدره مركز بدره. شؤون؟ لو ضابط مركز؟ شؤون مركز بدره مال الكويت. شنو نتيجة الشكوى مالتك اخي العزيز؟ هو توصلت السالفة سيدي في الوقت لك يعني انا يعني مليت وانا اريد فزعتكم. انت هسه اليوم داخل السجن خارج السجن؟ لا انا خارج السجن سيدي. جيد، اسمعني يا اخي غسان. احنا راح ننادي السيد مدير شؤون واسط العميد محمد. توجه له. وراح نخلي اسمك بالاستعلامات. أيوة وراح نتابع اجراءات الشكاوى وراح نطلب ارسالها الى المقر العام لعرضها امام منظار السيد العام. يعني سيد قضيتي كبيره يعني مو بس ترى يعني واضح واضح يعني واضح واضح احنا ننطي مجال لغيرك اخي العزيز بما انه شؤون الداخليه متبناه الشغله والشكوى لديها فراح نتابع اجراءات هذه الشكوى. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. سيدي اسمع اكيد تفضل. أشكرك أخي العزيز. عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة واسط العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل غسان سلمان ماضي تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات وإشعاره بإجراءات الشكوى كذلك إرسال تفاصيل الشكوى إلى الإعلام لغرض عرضها أمام منظار السيد العام المحترم. استلمت سيدي وشعبك ما
نعم كاميرا واضح حاليا استلمتها. لو مدير شؤون محافظة وسط جد. اخي اشكرك على بسرعة من النداء بخصوص الشكوى والمواطن وغسان تم اتخاذ اجراء بها وتم تبليغه على بسرعة من الندائي تم تبليغه بالحضور وان كان اتجاه القسم اتخاذ ما يلزم بخصوص هذا الموضوع ويتم عرضه امام انظار مراجعنا ويعرف انه تم اتخاذ اجراءات بوقتها بس هو ما حضر بعد يعني السبب نعم ما حضر. اذا اخ غسان يحضر. نعم سيدي الله يسعدك شكرا. نعم واضح حاليا استلمت الجميع لدراسه سيدي نسخه ولا ادري استلم المقال العام شعبه الاعلام. نعم حتى يطلع عليها سيدي العام. شكرا سيدي واضح. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. إذا يراجع أخي. نعم شكرا لك سيد عميد محمد. الأخ غسان سلمان ماضي. هناك إجراءات عديدة ضمن الشكر ماتك راجع الإخوان في شؤون محافظة واسط. نعم إذا معه مدير شؤون كركوك بخصوص الإجابة حيدر ياسين محمود تالي العابدي. نعم تم تنفيذ اسمه ضمن قوائم الاعاده في قياده شرطه محافظه كركوك تبين انه تم رفع اسمه تحت التسلسل 80 بموجب كتابهم المرقم 295 اعاده الكتاب اعاده القوائم بموجب كتابهم لشؤون الشرطه بموجب كتابهم 201536 في 19/12/2022 بخصوص عدم رفع ملحق للقوام الا بعد اقرار الموازنه. واضح. نعم شكرا سيدي واضح حاليا برنامج شو سيدي. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد معاون مدير شؤون كركوك المحترم. شكرا بارك الله فيك. كانت هذه الاجابه مفصله بخصوص الاخ حيدر جاسم محمود تالي. بخصوص العودة شكرا لك سيدي بعد إقرار الموازنة إن شاء الله التواصل إن شاء الله تعالى. اتصال آخر والشؤون. ألو صباح الخير. صباح الخيرات أهلا وسهلا. شلونك سيد محمد مقدم محمد. الله يعزك يا أخوي أهلا وسهلا بك. وياكم والد الشهيد ناطق عايد كاظم. ناطق عايد رحمة الله روحه. ناطق عايد كاظم هذه شرطة اتحادية المقدم سيد. أهلا وسهلا حجي والله يرحم الشهيد. والد الجريح بارق عايد كاظم هم شرطه اتحاديه. الصحة والعافية البارق ان شاء الله. الله يسلمك وانا هسه طالب من عن طريقك مقدم سيف راس مقابلة السيد وزير الداخلية. سبب المقابلة؟ والله اني ضرير حاليا. نعم. صحة وعافية. ورايد ينظر بحالتي وانا عن طريق اتمر علي يشوف حالتي وانا من وين مكانك؟ بواسط انا السيد مقدم سيف عزيزي. يعني احنا نجيك الواسط ما عندنا مشكلة بس اريد الاخ المخرج يثبت رقم تليفونك واحنا عوائل الشهداء لهم اهتمام خاص وتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية واضحة وصريحة بهذا الصدد. احنا راح نسألك انت جنابك مسوي دفتر ضمان صحي؟ مسوي دفتر ضمان صحي؟ خليه وياي الاخ المخرج. اخ ابو بارق سيد العزيز عندك دفتر ضمان صحي؟ لا والله ما عندي اني وهسه انا ضرير وواحد هم من اولاد الضار يمي هم ضرير ما اشوف. الصحة والسلامة والدي الطيب. اذا احنا بخدمتك خلي رقم تليفونك بقي لنا رقم تليفونك وراح نتواصل وراح ننتقل لك الى واسط. هذا رقم تليفوني وانا بالشحاميه واسط الشحاميه قريه 9. واضح حجي ان شاء الله خلال اليوم او باكر تلقانا يمك ان شاء الله ونسمع طلبك ونعمل على تزويدك واحنا اولادك يا والدي الطيب وراح يتواصل وياك هذا واجبنا وان شاء الله الخير. نعم اتصال اخر والشؤون تفضل رقم التليفون اذا كان الو نعم نعم الاخوان في الكنترول للتاكيد على رقم الهاتف الوالد الشهيد ناطق عايد كاظم. نعم الو شلون تفضل. الو السلام عليكم. تفضل اخوي. عليكم السلام. شلون سيدي شلون تحتك؟ الله يعزك. سيدي انا منتشر من 91. نعم وين دوامك واسمك الطينه؟ انا دوام بالرد السريع شرطه الرد السريع. نعم
وما محصل قطعة عرض من زمن صدام لحد الآن. كل ما أقدم يقولوا لي والله ما جانا كتاب، كل ما أقدم وضع القطعة ما محصل. أنت ما روجت معاملة ضمن التوجيهات السابقة؟ والله روجت في 95 وما لقيتها، روجت في 2005 وما لقيتها. أخي العزيز، إحنا كنا مثلك مروجين معاملات وجانا كارت وزودنا به دوائر البلدية، يعني كوزارة الداخلية الإجراءات كتبلت بهذا الصدد، بس ننتظر مع الدوائر الأخرى المعنية بالتخصيص. أكو محافظات خصصت، اسمعني أخي، أكو محافظات خصصت وأكو محافظات لحد الآن ما مخصصة، فإحنا إن شاء الله هذا الموضوع كذلك متابع من المراجع في وزارة الداخلية. شكرا لك. شكرا أخوي الكريم، تحياتنا لك. إذا دائما وأبدا نعمل لخدمة المواطن الكريم، نعم نعمل لخدمتكم. هي توجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي السيد وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير كامل الشمري والسادة الوكلاء والمدراء العامين في الوزارة. ختاما لبرنامج جل شؤون، تقبلوا تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم أخي وزميلي المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، وأنا محدثكم المقدم محمد علي الحسون مدير المكتب الإعلامي لمعالي السيد وزير الداخلية. نعم مقدم سيف، والكلمة الأخيرة لك. قبل ما نختم ناخذ آخر إجابتين حتى تكون هنا الختام إن شاء الله وختامها مسك. أخي سيطرة، يتفضل السيد معاون مدير شؤون الأنبار بخصوص الإجابة العميد فوزي المحترم. نعم سيدي، في أمر واضح حاليا معاون مدير شؤون الأنبار سيدي. على مسمع النداء الأخ المقدم سيف. نعم. بخصوص المتصل مشتاق طالب عمر مطلق الأساسي، تم تبديل رقم الهاتف في إدارة قيادة شرطة الأنبار وتبين المثبت صحيح. شكرا شكرا سيدي لمتابعتك السريعة. نعم شكرا سيدي واضح. نعم تفضل. تحياتي لك عزيز بارك الله فيك وكذا البرنامج بخصوص حسين أركان غريب. أركان غريب عودة. نعم. الجوي من ضمن الشرطة الاتحادية. يعني كان في كربلاء غير مشمولين بالخطورة. نعم. وبعد إجراء شهادة آخر راتب سوف يتم ذكر عدم استلام الخطورة من قبل حسابات قيادة شرطة كربلاء المقدسة. حسب ما حصلنا عليه من واضح الحاجة. واضح سيد العزيز. نعم شكرا. إذن نعم شكرا سيدي واضح. اشكرك اخي العزيز على مسمع من جميع النداءات. الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، مستمرين بتقديم الخدمه للجميع. هذه هي توجيهات المراجع في وزاره الداخليه وعلى راسهم السيد معالي وزير الداخليه المحترم. الى لقاء وحلقه اخرى وبرنامج الشؤون. الى اللقاء.